السلام عليكم الخوت، كنبشركم باللي كوبي كولي رجعت ليا، فهمتيني؟ الماكينه دابا خدامه مزيان، والسبب انني انستاليت لينكس هيدرز. يعني في ما خصك تابديتي كان لينكس خصك انستالي الهيدرز، لكن شي تجديد في الهيدرز خصك ديما تانستالي، وراك عارف خصك تمشي تهبط هنا وانسات كاس اديشن سي دي ايماج وتانستاليها حتى هي اوتورون نقطه سلاش اوتورون. المهم دي من ناحيه اخرى خصنا نتعلمو هاشكات باش نديكريبتيو لي باسورد، اي حاجة عصات علينا نبروت فورسيو. المهم نقلبو على الهاشات. هاشكات راه ماشي شي حاجة، ولكن ملي كيكون معايا جي بي يو كتكون شي حاجة كبيرة بزاف، فهمتيني؟ باسوردات تقدر تكراكيهم في دقائق. ياك حنا معندناش دابا جي بي يو، حنا دابا فيرتواليزاسيون، ولكن مثلا مشينا واحد السيرفر فيه جي بي يو غنستافدو بزاف، ولكن خصنا نتعلمو كاين ولا ما كاينش. لذلك رجعوا شويه لمراحل اللود، غادي نستعملوا واحد السكريبت كتبته انايا، فهمتي؟ وغنحطو لكم في جيت هاب. ضروري 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 هاد السكريبت فين كاين؟ كاين في ديسكتوب ديسكي سكريبت مونيتور مود. شو كيدير هاد السكريبت؟ كيدير على المونيتور مود، فهمتيني؟ اير مود تشيكيل. لا حقيقة ما خصناش، انا حاط لكم السكريبت في جيت هاب، ولكن ما خصناش نديرو المونيتور مود باير مود. هنا ما درناش باير مود، صافي نخدمو السكريبت باير مود باش نخدمو باش سي اش سي دومب. المهم واحد التول ما عمرنا ما خدمنا بها، وخصنا انستاليوه ضروري باش نخدمو بها، فهمتيني؟ باش تانستاليها كاين جوج ديال النواحي. الناحية الاولى هي اش تكتب هاد الكوموند هادي في الكلي هنا، وغادي يعطوك المراحل كيفاش انستاليها، فهمتيني؟ وكاين جيت هاب عاوتاني خاص بيها. المهم كيفاش غادي تانستاليها؟ انشو ابت، عندي غير سيرش، غادي نقلب عليها اش سي اكس تولز، غادي نقلب عليها ابت سيرش ضروري سيدو. هي هادي فهمتيني، اب انستال اش سي اكس تولز. اما الجيت هاب ديالها سيدو جيت كلون، ها هو اللينك ديالها، هو هذا https://github.com/.git، هذا هو اللينك ديالها، وخصك انستالها، فهمتيني؟ يعني خصك انستالها. ادخل لهنا وغادي يوريك كيفاش انستاليها. يعني اللي ما فيه ما يبحث، انا نقول لك كيفاش انستاليها. تمشي تدخل الملف ديالها، فهمتيني؟ الملف ودير سيدو ميك انستال، فهمتيني؟ صافي هذا هو، غادي تانستال ديريكت. هذه من ناحيه، اما راه كاينه في، يعني ما كاينلاش تدخل الجيت هاب على ودها، راه هي كاينه. هذه من ناحيه، ولكن دابا شوف، دابا راه اهم حاجه هو نرونيو السكريبت ديالنا، لقيتنا المونيتورين. انا عدلت السكريبت باش اللي بغيتي تستخدمو دير الانترفاس، سمي الانترفاس ديالك، ندير اونتري، نديرو ضروري خصك تروني مع سيدو، حيت بلا سيدو ما يخدمش السكريبت، غيقتلنا البروسيس راسو. وغادي المونيتور وغادي يديماري دامبينجي، ما كيهمناش هذا الشيء اللي كيهمنا هو نكرييو الملف اللي نحطو فيه الملفات ديالنا مكادير او. المهم انا عندي دابا عندي سو، غادي ندخل ليه وغادي ندير اش سي اكس دومب تول. شنو غادي دومبي ليا؟ دومبي ليا المعلومات كامله اللي كتصنت عليها نتورك، يعني الانترفاس ديالي، يعني الشبكات كاملين اللي غتلقاهم، المعلومات كاملين غادي تسجلهم، فهمتيني؟ وتركز هي على الهاند شيك، كتاخد الهاند شيك، فهمتي؟ ولكن الملف داش دبليو درناها باش نسميو الملف اللي طلون صافي، هي all frames dot pkpng، ياك؟ والانترفاس ديالنا هي ويلان زيرو. نديرو اونتخي، المعلومات غادي تسجلو، يبداو تسجلو بشوية بشوية بشوية. المعلومات كتكتب، غادي نساينو حتى يجمع لنا شي هاند شيكات مزيانين، نعطيوه شوية ديال الوقت يجمع لنا شي هاند شيك، وهاديك الساعة انيليو صافي كنضل مباركة. هنا ندير كونترول سي، وشنو غادي ندير؟
غادي نرجع ناخذ مثلا هذا الماك ادريس هذه مثلا، ندير ايكو ليها ياك، ولكن كل جوج حروف غادي نقسمهم لجوج نقاط بحال هكا ونكتبهم في ليست. مزيان، يعني دابا مثلا إلا درت كات ليست غطلع لي هاد الماك ادريس. دابا غادي نستغل ليست، نستغل ليك ليست باش نفلتري هاد الفريم اللي سجلنا الفريم دوت بيك اب ان جي على هاد الشكل اللي كتبغي الهاش كاتش، الشكل اللي هو 22000. غنفهمكم علاش، ولكن خاصني غير من ندير ls يطلع لي الملف اللي هو هاش دوت اش سي 22000. يقدر ما يطلعش لك فهمتيني، يقدر يكون مشكل في الكابتوراسيون، يعني دابا انا ما درتش اونتري راه ما طلعش ليا فهمتي، بقيت نعاود تنعاود تنعاود حتى طلع لي الملف صحيح. دابا مثلا درت كات مثلا هاش اش سي بحال هكا، غادي يبان لك بلي هذا غير هاش فهمتيني، دير سطر واحد سطر واحد يعني استق فيه الفلتر فهمتيني. غندير مثلا جي اديت هاش تلقى سطر واحد شي ماشي جوج سطور ولا ثلاث سطور ولا اربع سطور. مزيان، يعني اي بي ادريس وحده ورستق فيه الفلتر. مزيان، هادشي شي حاجه زوينه. دابا غنبغي نفهمكم علاش 22000 مثلا الا درنا هاش كاتش اش بحال هكا تلقى كاين بزاف ديال لي مود فهمتيني، كل مود اش كيصلح هنا هاش كيصلح. دابا مثلا نعطيك واحد المثال، مثلا شوف انت بلاتي نعطي شي مثال باين، مثلا هاد المود ديال 10400 ديال بي دي اف اكروبات من جوج لربعة فهمتي، بحال هكا كل واحد كل مود لاش كيصلح. ولكن مثلا هاد كريب 22000 باش يخرج لنا غير 22000 بوحدة. هاد المود هذا اللي هو وي بي ا بي بي كي دي بي ام كي اي دي زائد اي بول فهمتي، المود ديال الكابتشر ديال المهم. دابا ممكن نديرو هاش كاتش داش ام بحال هكا داش ام، غنديرو الملف ديالنا اللي هو روكيو دوت تي اكس تي كوورد ليست، ممكن نديرو اي وورد ليست بغينا، والملف ديالنا اللي هو ديال الهاش والمود اللي هو داش ام 22000 وهاش كات هكا باش يبدا يخدم لينا دي كراكي بداك باستعمال ديك روكيو دوت تي اكس تي فهمتي. في الاول ما كيطلعش لكم بحال هكا حيت شويه كراكيتو، لذلك طلع لي نيشان هكا. هنا ممكن راك عطاك سبعة ديال لي مود ولا خمسة ولا ستة، المهم ستاتوس و بوز و باي باس و تشيك بوينت و فينيش و كويت فهمتي. مثلا ندير اس ستاتيو اس يطلع لك ميشن ستاتيو ديال الفيشي ديالك فين وصل فهمتي. دابا بس الحرارة والخدمة ديال بصح راك عارف، ولكن هنا راك عارف في ام وير ما عندناش في فيرتشوال بوكس ما عندناش جي بي يو، يعني عادة تعدو على البيس، لذلك غادي ندير كويت غادي ندير كويت. ومن الأحسن أننا مثلا المثال ديالي أنا المثال ديالي دابا حاليا خصني نخدم مثلا في ويندوز بالهاش كات، ما خصنيش نخدم دابا في كالي فهمتي، خصني نقل الملف ونهاشي بالهاش كات. ممكن أنني تشارجي هاش كات ياك، ممكن عادي باينريز مثلا تيشارجي داونلود حط داونلود او كيت سوكارت الهاش كات، ملي كتيشارجي كديرلو اكستراكت تشوف فهمتيني بحال هكا اكستراكت تشوف شي بلاصة مثلا هنايا اوكي هو عندي انايا تيشارجيتو. مزيان، دابا شنو غادي ندير، غادي بلاتي ندير مثلا ندير سي ام دي، مثلا ندير سي ام دي
نمشي لهذا الملف هذا سيدي. دابا انا هنا، دابا انا هنا مازي. اوكي دابا خصني نقل بعد الملف ديالي، ما نقلتوش انا، نرجع لكالينكس هنا فين غادي يفيدني الشارد، فهمتيني؟ شارد فولدر، نمشي ندخل الشارد فولدر اللي كانت اوبن، ماشي مشكل. غادي نمشي غادي نجي هنا وندير بلاتي، خلينا هنا النيت اوبن فولدر، غير هو هاد اوبن فولدر غنديرو اوبن از روت، فهمتيني؟ مزيان، ها هو تفتح لي از روت، ها هو الشيرد فولدر، وهنا غادي نحط الملف ديالي اللي هو هاش دوت اش سي. مزيان، نضرب عليه، لا بلاش نضرب عليه، نمشي للشيرد اللي هو هنا، الشيرد اللي هو هاش، ندير كونترول سي، غادي نجي فين فيك التنايب بعدا، كنت هنا، اوكي، ها هو هذا. يعني غادي نجي هنا ندير هاش كاتش دوت اكسي، ياك. والمود، المود اللي عندي هو 22000، والملف اللي هو هاش دوت اش سي 22000، ياك. بقى لي دابا غير الورد ليست، فهمتي؟ الورد ليست اللي بقات ليا، الورد ليست ممكن تيشارجيها بروكيو دوت تي اكس تي، موجودة فهمتي، موجودة، وممكن ممكن نصنعها، ممكن نقلها عاوتاني. باش نديرو الحل الأسهل اللي هو النقل، اوبن فولدر، بدا نشوف في كاين روكيو دوت تي اكس تي، بدا لوكيت روكيو، كتنسى عليا فين كاين دوت تي اكس تي، كاينه هنا، نمشي لهنا، لابس 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 وورد ليست، فين هو روكيو 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 روكيو، هو هذا، كونترول سي، غادي نمشي، ندير كونترول في، غادي يكون عندي هنايا، بلاتي، عندي في الشارع هنايا روكيو. بلاتي 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 هاش كاتش، صافي روكيو دوت تي اكس تي. غادي نجي لهنا ونكتب روكيو دوت تي اكس تي، هذاك هاش كات ستارتي، فهمتيني؟ راه خدامة. قالك بي بيشنت، انا بيشنت، انا صبور. قالك هنا 90 سيليسيوس، يعني البروسيسور الا طلع 90 سيليسيوس صافي غادي يقطع. هنا بالزوين انا عاش دوس الويندوز، انا عندي 3 ديال الديفايس، 3 ديال الديفايس، ديفايس 1، ديفايس 2، ديفايس 3، كلهم غادي يتحاموا على هاد الكراكاج ديال هاد هاد الوورد ليست ديال هاد الهاش هذا. أما الخوت راهو دابا خدام، تيك راكي دابا إلا درنا مشروع راه كعطيك واحد الانبوت كتحطها باش كيتفاهم معاك، فهمتيني؟ دابا راه بيس راه شال النار، دابا راه جالس تيك راكي. المهم تعطيك اس لي ستاتي، بي لي بوس، بي لي باي باس، سي لي تشيك بوينت، اف لي فينيش، كيو لي كويت، خرج في حالك. فين السالي ليا تشيك بوينت، حط واحد النقطة عاد رجع ليها من بعد إلا بغيتي، باي باس دوز تشيك بوينت، بوست دير بوست راك عارف، ستاتي هنا نديرو دابا باش ناخدو معلومات على فين وصل في الكراكاج البروسيس. ها شوف لك هو وصل 99%، فهمتي؟ وصل 99% مزيان. أنا بالنسبة لي 99% يلاه شعلتو، يلاه وصل لي 99% مزيان، أنا واعر. دابا 12% مزيانة، واعرة بزاف أنا بالنسبة لي. أما الخوات هنخليكم في هذا الفيديو هذا،
تكراكا غادي نعلمكم من بعد فيديو من بعد، ما تكراكاش ماشي ما كيهمنيش. المهم هو وصلنا للمرحلة، مرحلة زوينة وصعيب توصل ليها، فهمتيني؟ لو وصلتي لهنا راك حتى شي حاجة طوب ديال بصح، واعر بزاف. شنو نقول لك، شحال ديال الدوكيومونطاسيون وكدا، وما تعطوكش معلومات وهادي، شحال كتبقى تسنى في الهاش باش تخرج. قلت لي ديفايس تكون عياني، فهمتي؟ خاصك ديفايس مجهد ديال بصح. ندبروا عليه ان شاء الله ونخدموا به في الفيديوهات القادمة ان شاء الله.